الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبارك لنا ولكم إخواني الكرام، إقبالنا دخولنا في شهر شعبان المبارك، شهر الولاء، شهر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن وأنتم في رحاب هذا الشهر العظيم، نسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا وأعمالكم بخير قبوله إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. باسمكم جميعا إخوتي الكرام نرحب بضيفنا الكريم الدائم في البرنامج، سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سماحة السيد السلام عليكم، وهنأكم الله بهذه الأيام المباركة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم، بارك الله بكم. الله يحفظكم ووفقكم إن شاء الله سيدنا. على امتداد وقت البرنامج إن شاء الله تعالى رح نستقبل مشاركاتكم، اتصالاتكم، مداخلاتكم على الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة بعد 10 دقائق من الآن إن شاء الله تعالى. بداية سيدنا الكريم، شهر شعبان كما ذكرتم هو شهر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أن شهر رمضان هو شهر الله تعالى، وهو شهر الولاء باعتبار ولادات أئمة أهل البيت عليهم السلام وولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أريد نسأل حضرتك عن الولاية. بعض الناس يريد يعرف هل هو مؤدي التولي لأولياء الله؟ وين حدودها؟ شو وقت أنا أقدر على نفسي أقول أنا مؤدي هذا الفرع من فروع الدين؟ تفضل سيدنا. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال لا إشكال ولا ريب أنه وجود هذه المناسبات عموما، شهر رجب وشهر شعبان، شهر رجب منسوب لعلي صلى الله وسلامه عليه، وشهر شعبان منسوب لرسول الله صلى الله عليه، وهذا شهر نبيك سيد رسولك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب لك في صيامه وقيامه، بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. هذا كله في واقع الحال يبين على أن هذه الأشهر الكريمة بمناسباتها العظيمة لابد أن تكون محطات مهمة في تعزيز العلاقة بالله أولا وبأوليائه الكرام ثانيا. نعم، طبيعة الحال تعزيز العلاقة بالله ليست هي على مستوى العلاقة العاطفية فحسب، وإنما لابد أن تكون هذه العلاقة علاقة تؤثر على السلوك والأخلاق والمفاهيم والتوجه والرؤية. نعم، هذا أمر طبيعي. تأتي مقولة الولاء، أنا والي أهل البيت، جيد ممتاز، ولكن كيف تواليهم؟ هل هناك بوصلة أو هل هناك مسطرة؟ نعم، هل هناك مسطرة؟ معايير مثلا أنه بهذه المسطرة أتحدد كيف أوالي أو لا؟ هي قضية يعني حسب تعبيرنا خاضعة على الاجتهادات أو خاضعة على الميول. والله أنا أميل إلى أهل البيت بطريقتي الخاصة، فأحاول أنه على حال أنزل من قدرهم، أصعد من قدرهم، أعظم من منزلتهم، أقلل من منزلتهم، كل واحد يقرأ بحسب قراءته ووضعه. هذا لا يكون. ولاية الأئمة صلى الله عليه هي من ولاية رسول الله صلى الله عليه، وولاية رسول الله من ولاية الله سبحانه وتعالى، مو شكل؟ نعم. إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون منه الذين يأتون الزكاة وهم راكعون. نعم. وتأتي السلسلة، هذه في واقع الحال الولاية حسب تعبيرنا المنتزعة من ولاية الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون ضمن تلك الولاية الإلهية، الله يحددها، يعاتب. ماذا شايفين القرآن يعاتب؟ أأنت قلت للناس، يقول لعيسى أنت قلت للناس أنه أنا إله، أتخذوني وكذا، يقول لا يا مولاي أخوتي. تعرف هذا يعني إيش؟ يعني نحن لا نسمح
أن تكون ولاءات الناس إلى أوليائنا الله، ولاءات الناس إلى أوليائنا خارج عن حدود التي نحن نرسمها. الأئمة الروحي فداهم، الأئمة هم أيضا حسب تعبيرنا ثقفوا لهذا الأمر. يأتي الإمام يقول قولوا فينا ما شئتم، قولوا فينا ما شئتم، لكن نزهونا عن الربوبية. شوفوا يحدد يقول ما مسموح أنه أنت بطريقتك تحبني وتودني وتواليني والتصق بي، ولكن هذا الالتصاق وهذا الولاء ما يخرجك على أنك أنت عبد لله، وأنا ولي من أولياء الله وعبد لا أشكال، وأنا عبد ولكن ولي من أولياء، أنا عندي امتياز. هذا اللي تريد تخلق عموما منظومة التعاليم الدينية تخلق هاي الرؤية. شوفوا يجوا ناس يحبون الحسين صلوات الله على الحسين. ليش تحب الحسين؟ سيدنا مظلوم ومقاوم وما أدري مجاهد وبذل وفدى. زين الإمام الجواد شو رأيك فيه؟ تشوفه ما عنده تلك الحالة التي عنده بالنسبة للحسين. ليش؟ أليسم أنوار؟ أليسم حجج الله؟ أليس نور واحد؟ تيجي هاي حسب تعبيرنا شو نسميها الذوقيات شو يسموها المزاجيات، المزاجيات أحسنت، هي اللي تريد شنو تريد تحدد. ما يصير. كما أني أوالي الحسين صلى الله عليه وسلم، أوالي الإمام الجواد والهادي وغيرهم من الأئمة صلى الله عليهم أجمعين على مستوى واحد، على مستوى واحد. ولكن تشوفه ما عاجبه، أكو بعض الناس ما عاجبهم السلم إن صح التعبير، يريد واحد حسب تعبير ثوري. زين لما يجي للإمام الحسن يشوفه ما يتفاعل. ليش؟ الإمام الحسن إمام، إمامان قاما، كما قال رسول الله أنه الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، سيدة شباب أهل الجنة. شفيك؟ يقول لا سيدنا صالح. زين أنت تحدد موقف الإمام أو الإمام هو يحدد موقفه، موقف الدين وحجة الله على الأرض، هو يحدد موقف الدين. أنت شنو قراءتك هي الأهم؟ شوف بعض الأحيان حدود العلاقة إحنا نمططها حسب ما نريد، هذا ما مسموح، مرسومة من السماء ما مسموح. يا أخي الكريم أنت عليك أن شنو؟ أن تقول وسلموا تسليما. خلص سلموا تسليما. وهاي القصص في القرآن، هاي الحوادث في القرآن. يجي نبي الله إبراهيم وهو نبي عظيم خليل الله، وكان إبراهيم أمة. زين يجي يقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أذبحك، أنا أذبحك بإيدي. قال افعل ما تؤمر، سويها بابا، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شو عجيب التسليم، تسليم مطلق. هذا يريده رسول الله منا. نعم يريده رسول الله منا. يدخل واحد على الإمام الصادق يقول له مولاي ليش ما تقوم، ليش ما تسوي ثورة؟ مو المختار قام، وما أدري زيد وابعمك زيد وجماعة قاموا وبالسلاح، شفيك ليش قاعد؟ حجة الله، يحكي ويا حجة الله. حجة الله يعني هذا موقف الله في الأرض. يقول بما أقوم، أنا بي من أقوم، اسمحوا لي أنا اليوم شوية أتكلم، ها يعني لا تحددوني رجعان. فضل. قال له 100,000 سيف، 100,000 سيف عندك يا مولاي. قال 100 سيف، 100,000 سيف؟ قال نعم 100,000 سيف. هذا الخراساني، قصة الخراساني. نعم. الإمام قال زين 100,000 سيف كيف هم؟ قال مولانا يذبون عن الدين عن الكذا. والإمام الصادق عنده تجربة الحسين قدامه،
تجربة أهل الكوفة قدامه كلها واضحة. زين، دخل واحد من أصحابه يقال عنه مؤمن الطاق، سمى الإمام، اسمه مبالي، سمى الإمام: يا فلان، اجى. سلام عليكم مولاي. جاي يزور مرجعة يزوره. سلام عليكم مولاي. قال: يا فلان، ازجر التنور. ازجره يعني شعله، شعل التنور بالطريقة الكذائية، وبعد ما استعرت نارها قال: يا فلان، ادخل في التنور. إذا كان حسب تعبيرنا طبق نعالة، وخلاه كأنما داخل وين؟ داخل إلى مسجد الجاكوزي. الجاكوزي كأنما داخل إلى، على حال حسب تعبيرنا، فرد مستانس. والإمام يتكلم ويا هذا الخراسان، إيه شلون بعض الأوضاع، شلون هو أصلا فقد، لا يقدر يتكلم ويا الإمام، عينه على التنور، عينه مولاي إيش صار، هذا وين راح؟ قال: دعك عنه، لأي فس، هذا مو يمنه. بعدين قال له: أخرج. خرج، نفض ثيابه وجلس. الإمام قال له: من هذه 100,000 عندك واحد من هؤلاء؟ قال: مولانا شنو تقول، احنا أصبع واحد من هؤلاء ما عندنا. قال: فلتفرض أمرك بهذا المعنى، أنه لا تحملنا ونحن في واقع الحال أعلم بأمرنا. والإمام هم نبه كل القضية مو هالشكل، قضايا على حال بيد الله سبحانه وتعالى وليست بأيدينا. المهم، شوفوا أخواني الكرام، إحنا أولا ما لازم نفرض على الإمام وعلى المعصوم فعلا. رأينا ليش كذا ما تسوي هيك، وليش المرجعية ما تفتي، وليش كذا، شايفين. ويعني اللي يريحني أو أنه يأنسني، أنه الروايات والنصوص في شهر شعبان تساعد على هذا الأمر. واحدة من عدها مناجات شعبانية: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، اللي هي واردة عن أي إمام سيدنا؟ الإمام السجاص، السجاص في الصحيفة السجادية، وهي في مفاتيح الجنان أيضا موجودة، وهي المناجات الشعبانية عن أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه. زين، وأكو دعاء يقرأ عند كل الزوال، يعني عند الظهر في كل يوم من شهر شعبان. شوفوا هالأدعية، ترى إخواني مو أنه سرديات، الأدعية مو سرديات ولا أشعار، الأدعية مفاهيم ورؤى وأفكار. اسمحوا لي أن أقرأ جزء، تفضلوا سيدنا، حتى أقول لكم إن شون لازم يصير إحنا علاقتنا وولائنا مع أهل البيت. اللهم صل على محمد وآل محمد. شجرة النبوة وموضع الرسالة. شوفوا جيوصف إحنا سيدنا، بعدها مباشرة إن شاء الله ندخل إلى استقبال المشاعر، ندخل بلي. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، يعني شوف منزلتهم ذول، منهم مو حسب تعبيرنا فلان وعلان، لا 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 لا، وجودات. موضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي ذولة. بعدين اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية، الفلك يعني سفينة كبيرة، الجارية في اللجج الغامرة، لجج جمع لجة، لجة يعني بحر، في اللجج الغامرة، اللجج العميقة، تدرون العمق يعني في مشاكل وفيها أمواج وفيها ما فيها من الحيوانات وكذا. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. هذا واضح بعد. زين، المتقدم لهم مارق، لا تتزاود على أهل البيت، لا تصير أكثر شنو تسمون أنتم، ملكي أكثر من الملك، لا تصير ولائي أكثر من الولاية، لا إله إلا فاطمة وما أدري العباس خالق الكذا وفلان ما أدري شنو، هاي ليست من الدين في شيء. هالإلحاديات هذه، القضايا المتقدم عنهم زاهق والمتأخر عنهم مارق،
طالع عن الدين. عفوا سيدنا قلت الأولى المتقدم. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق يعني ضال، واللازم لهم لاحق. شوفوا إحنا هاي حدودنا، لا إفراط ولا تفريط، لا نزاود ولا ننقص، شيء بحدوده نكون معهم. أحسنت. ولايتنا لأهل البيت كما هم رسموها، كما الله سبحانه وتعالى رسمها. أما أنه نجي عواطفنا وقضايانا وصعد وتنزل بكيفك، هذا ما يصح. وتريد مناسبات شعبان أن تخلق فينا هذا المفهوم، مفهوم الولاية الحقة المؤطرة بأطار تعاليم الله وتعاليم القرآن الكريم. أحسنتم سيدنا، كل ما تفضلت به حضرتك نافع جدا ومهم هذه الأيام. وربما واحد شيء بسيط من مصادقه، موضوع الأناشيد والقصائد اللي قاعد تكتب هذه الأيام وتطرح، واللي بعضها يسيء إلى القضية أكثر مما يحسن إليها. أحسنتم سيدنا. إذن على بركة الله نبدأ باستقبال مشاركاتكم إخواني الكرام أخوات الكريمات، ونبدأ بالاتصال الأول من الأخ الكريم عامر. تفضل أخويا. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا مرخصتك عندي مسألة. تفضل نسمعها إن شاء الله. تفضل عزيزي. الله يسلمك. المسألة الأولى السفر، المسافرين حاليا الدولة تصرف لهم في مبلغ معين. نعم. وبعض الشركات سيدنا جاي تسمح أو تساهل مع المواطنين، يعني تسوي سفرة مجانية أو هيك يعني في سبيلهم يأخذون المبلغ. نعم. فقصدي كم أعطيني يستفيد من هذا الشيء لو ممنوع؟ بس عيد لي آخر شيء، آخر جملة قلتها. يعني قصد مثلا الدولة تعرف تصرف أعتقد كذا. كل هذا سمعناه. آخر شيء شنو كان سؤالك؟ هو مثلا المواطن حق له يستفيد من هذا الموضوع بإشكال شرعي، هذا قصدي يعني. واضح. سؤالك الثاني. السؤال الثاني سيدنا يعني اتصالك مو واضح اخويا، يمكن المكان اللي انت واقف به شبكته ضعيفه، فاذا اكو امكانيه يكون اتصالك اوضح فتفضل. راح اكلم لك غيرت مكاني مره قصدك يعني. سؤالك عزيزي الثاني. الله يسلمك. السؤال الثاني هو بطاقه النفس، كثير من الناس ما تحتاجها مثلا، فهذا المواطن يحق له يبيعها يستفيد من اجرها لو لا؟ صحيح. نعم. أما تفضل يمدن قضيتين صراحة جاي تواجهنا وما جاي عرف نصرف بين، فحبينا نستفيد من رأيكم. شكرا يعني على اتصالك أخوي عامر، تحياتي لحضرتك، وإن شاء الله رح تسمع الإجابة على السؤالين. عندنا أبو علي. تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متباركين إن شاء الله بمناسبة الولادات الميمونة لأم أطهار عليهم السلام. سلام الله عليهم، علينا وعليكم مبارك إن شاء الله أخي أبو علي، حياك الله. تفضل. الله سؤالك. يحفظك يسلمك. عندي سؤال للسيد. تفضل سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، حياكم الله. يسمعك السيد، سؤالك أبو علي. الله يحفظك. سيدنا لو استحصلت تكرمون على صيد خنزير، احنا منطقة ريفية ومرات نقدر نصيد الخنزير لهذه تيادينا بدساتين. نعم. فهل من إشكال إذا أعطي لمن يأكله مثلا لمسيحي أقدر أعطي بدون مقابل مثلا؟ تمام. سؤالك الثاني لو بس سؤال واحد بس هذا السؤال. شكرا. شكرا جديدة. على اتصالك، تحياتي لك أخوي الكريم. نأخذ اتصال لو نجاوب على السؤالين. عندنا اتصال. طيب احنا عندنا الأخ عامر طرح سؤالين، وعندنا الأخ أبو علي طرح سؤال، ومستمرين باستقبال مشاركات. الآن أبو مصطفى. تفضل أبو مصطفى. عيوني. عيوني أستاذنا العزيز، حياك الله أخويا. تفضل أبو مصطفى، بس اكتم صوت التلفزيون لطفا نهائيا، وكلمنا اسمعنا من التليفون بس. تفضل سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نصي تماما صوت التلفزيون أو انتقل لمكان ثاني. لا انتقلت من البكار. تمام. سؤالك. أولا سلامي للسيد وخصوص أستاذ سيدنا العزيز. نعم. شنو أن المستحبات بشهر شعبان؟ جيد. تمام جيد. سؤال ثاني. الله يبارك فيك. تمام. هاي شكرا لك على اتصالك والله يوفقك، تحياتنا. اتصال من حيدر. ابو حيدر. ابو هيثم انقطع. ابو حيدر. ابو هيثم تفضل اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيد الشؤون، شلونك؟ بارك الله بكم، حياكم الله. سؤالك ابو هيثم.
الله يحفظك. هي يعني مو سؤال نقدر نقول، نقدر الناشد السيد يعني السيد قامة واحنا نحبه هواي كلش نحبه، نقدر نشوفه يعني خارج يعني خارج التلفزيون خارج الفضائيات في ندوة يعني محافظاتنا، نقدر يعني نستمع له موجود السيد وندواته ومشاركاته ومحاضراته في الجامعات وفي المساجد. فبأي محافظة حضرتك؟ أنا حاجيك عامة الناس. نعم إيه؟ المجتمع دي تعال مساجد وحسينيات بأي محافظة أنت أبو هيثم؟ أنا من الناصرية وأتمنى أحصل رقم أحشو إن شاء الله خير سيدنا. آخر مرة كنتوا بالناصرية شو وقت؟ يعني في واقع الحال أن محافظات دائما أمر عليها. نعم ناصرية صار لنا فترة ما رايحين، بس أنا أكو أفضية وأكو نواحي وأكو تفكك الشمال. شوف أبو هيثم عزيزي ظلوا يانا على الخط، الكنترول طالبهم ب الشخص اللي يتواصل وياك وممكن تحددون موعد لندوة أو محاضرة بإذن الله. شكرا لك على اتصالك وتحياتنا لأهل الناصرية الطيبين. الله يسلمنا على السيد وياك. يا سلام عليكم. سيدنا الكريم نبدأ بالأخ عامر، والسؤال الأول كان عن السفر، بس توضيح للناس سيدنا حضرتك تعرف الموضوع. الدولة الحكومة يعني هيئت للمسافرين من العراقيين مجموعة من يعني مبلغ مالي بالإمكان أن يستفيدون من عنده بالعملة الصعبة، أحسنتم، بالسعر الرسمي. فبعض الشركات تأخذها إلها بالنيابة عن المسافر نفسه وتقدم له سفرة مجانية، المواطن يصير يستفيد من هذا الشيء ولا؟ في واقع الحال هي قضية قانونية، يعني أنا أريد أسافر إلى مثلا العمرة. نعم. العمرة يقول لك يا أبي 3000 دولار إلك أنت تأخذها بالسعر الرسمي، وهذا سعر رسمي. لما أخذه هم الشركات شي يسوون؟ يأخذوا ويروحون يعني يتعاملون معه بالسعر المطروح في الأسواق، ففرقة تقريبا كبير يعني 600-700 ألف دينار. نعم. فهذا يقول يا أبي أنا أخذك للعمرة بلاش، بس أنت تعطيني هذا الامتياز أنه هاي الفلوس أنا أخذها. هل يحق للمسافر أن يعمل هذا الكلام؟ إذا كان القانون يسمح بذلك لا أشكال فيه. قانون يقول يا أبي أنت لك حق، ستريد ذبه بالشط، تريد تطير فلان، تريد ما تأخذه، تريد هذا أمر. فالقانون إذا يسمح بذلك أنه أنا أتصرف بحصتي بالطريقة اللي أنا أشوفها لا أشكال في ذلك. تمام. السؤال الثاني كان عن بطاقة النفط، هل يجوز بيعها؟ يعني هذه أيضا ضمن الحصة، الدولة تعطيك نفط مدعوم، البرميل ب40 ألف دينار مثلا، ما أعرف أقل أكثر ما أعرف عموما. فأنت تقول يا أبا أنا ما أحتاج نفط ولكن هذه البطاقة أبيعها، هذه أيضا لا إشكال فيه ما دام ما يتعرض للقوانين. هناك منع حكومي، إذا أكو منع قالوا لا يجوز، إذا قالوا لا يجوز ولا يمنع نعم، أما إذا لا قالوا هي حصة تبيعها تأخذها تنطيها تتبرع بها فهذا لا إشكال فيه أيضا ما دام لا يخالف القوانين. أحسنتم، شكرا جزيلا. حيدر أخوي الكريم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشواق العزيز حياك الله أخوي، تفضل سؤالكم. الله يسلمك. بالأخوة أنا عندي مشكلة بيني وبين عائلتي. نعم. دخل بها واحد من قرايبها، وصلت وياه مشاجرة وطلقت زوجتي واتفقنا اتفاقيا الجهال وراي. طلقت زوجتك؟ اي، والجهال وقال طلق مرتنا وجهالك وراك. نعم. والمرأة مطلقتها حامل. نعم. عندي 2 جهال وهي عتها جاهل بطنها. نعم. طلقت وكملت وهاي وطلقت خصوم وانطون الجهال واتفقنا اتفاقية هاي بطنها سنتين وسلمنا لي. نعم. من بعد سنتين أخذها عني وكل شهر أدفع 125 والعملية عليها. نعم. شهر ايش قد تدفع؟ 125. 125 نعم. أدفع كل شهر 125. ذبوها بالمستشفى وطلع وقال الدزخ ما ريده. عفوا؟ ذبوها بالمستشفى. الطفل؟ وقالوا هاي هم ما ريده أخذها ويا إخوته إخبار. واضح. بعد سنتين ضبيتها وكبرتها صار عمرها سنتين. شو اختصر علي حيدر؟ ايه صار عمرها سنتين. نعم. ايه واختلفوا علي وحلفوا كلام الله وخذوا الجهال وما طلخوا فيها بس وانا حداته ما اشوفهم. زين سؤال، ليش اخذوا الاطفال من عندك الان؟
انقطع الاتصال. قطع اتصاله. تحياتنا للأخ الكريم حيدر، شكرا جزيلا. احنا بعد إذن سمحت سيد إذا يسمح لي أخواني الكرام، بما أنه أكو مجال للتفاهم والتفاوض والتواصل، والآن المفاوضات واصلة مرحلة بالبداية، فإذا كان للتفاهم الود بين الزوج وزوجته، خلي يكون آخر الدواء الكي وآخر حل هو الطلاق. الله يديم السعادة إن شاء الله على أسرنا. حيدر، أنا أتوقع معطيات سؤالك مو كلش واضحة، مو كاملة عفوا، فاتصل مرة ثانية واحكي لنا التفاصيل كاملة حتى إن شاء الله السيد إن شاء الله ينفعك ويجاوب على السؤال. تحياتي لك. سيدنا الأخ أبو علي يقول إحنا أراضينا نصيد أجلكم الله خنزير، فهل يجوز أن نعطيه لمن يأكله بدون ثمن؟ لا إشكال في ذلك إذا كان هذا الخنزير يستحل، يعني نعطيه لمن يستحل من الأديان الأخرى، لا إشكال في ذلك، يعني ما في منع. ممنوع شرعا عندنا كمسلمين، أما هل ممنوع عند غيرنا من الأديان سواء كان بوذية أو كان الهندوسية أو كان المسيحية أو كانت اليوم مثلا، فلا إشكال في إعطائهم. أما أنه أبيعه ما بقيمة، لا قيمة للخنزير حتى يباع، فبيعه يكون ثمن سحت، حرام، يعني ثمن سحت. نعم. يعني فلوسه مو حلال، ولكن أنه يجوز أن طينه، لا إشكال في ذلك. زين سيدنا، مجرد سؤال استفهامي، يعني الإسلام لما حرم الخنزير حرمه على كل البشرية وغيره، زين، فإحنا ليش نعين على ما حرم الله؟ إحنا من باب أنه حرام علينا كمسلمين. نعم. كمسلمين إذا أسلمت إذا كذا فيحرم عليك، حرمت عليكم على حال ولحم الخنزير، الدم والكذا ولحم الخنزير، خلص. فغير المسلمين هم يدينون بدين آخر ويرون أن هذا فيجوز لي أن أنطي، ما في مشكلة، بدون ثمن، لا إشكال. أحسنتم سيدنا. وسام تفضل. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام. السلام. شو صحتك مولاي؟ حياكم الله أخي وسام، سؤالكم تفضل. يا خليك بعد سيدنا، ولا مزح عليك، تفضل. اليوم أنا ساعدي نوع من جزع حيل قوي. جزع؟ أي والله. يعني اليوم أنا كنت مقدم على راتب هاي مال الرعاية واستلم صار لي سنة، ورحت للرعاية قطعة راتبي يعني بدون سبب، كتبوا علي إنه أنا عندي وأنا معه، والله العظيم أنا كل شيء ما أملك بس هذا راتب بس. رحت عنده وقت على واحد ردي طبيت المدير ردت اشرح لي، يعني جيت آخر شيء كفرت يعني. لا إله إلا الله. هذا شنو؟ يعني ظلم أنا حتى بالقلب. يعني ما كنت عالج. يعني انا يطلع براحتي يقول لي انت مسكر وانا قاعد بال شو اسمه يعني قاعد بالايجار. نعم. وسام شكرا لك على اتصالك، تسمع الجواب ان شاء الله من السيد. يعني رب العالمين يخلق للإنسان لسان وعقل فيسب الذات الإلهية بهذا اللسان اللي الله خالق له اياه. انفعل انفعل. نعم. عودة سيدنا للأسئلة، سؤال من الأخ أبو مصطفى يسأل عن مستحبات شعبان، مستحبات شهر شعبان. في واقع الحال إذا الأخ يعني عنده قابلية القراءة، مفاتيح الجنان تفتحها، أعمال تجي، أعمال وأدعية وكذا ومناجات إلى أن تجي أعمال الأشهر، شهر أول ما يبدأ بشهر رجب، بعدين شعبان، بعدين رمضان. في شهر رجب أهم عمل، عفوا في شهر شعبان أهم عمل في شهر شعبان هو الصيام. نعم. الصيام من الأعمال المهمة، إذا عندك قضاء، إذا عندك مدري إيش في هذا الشهر ممتاز. واحد. اثنين، الاستغفار، استغفر الله ربي وأتوب إليه. ثلاثة، الصلاة على محمد وآل محمد، هذه اللي الآن قرينا اللي هي الصلوات اللي مأثورة. أربعة، الزيارات، زيارة الأئمة صلى الله عليهم، أيضا هناك زيارات مخصوصة. خمسة، اللي هي في واقع الحال كثير من الروايات، التصدق، أن نتصدق للفقراء ومساعدة الفقراء، هذا أمر جدا مهم. والأمر السادس وعلي حال الأخير هو تكثيف العلاقة بإمام زماننا، الإمام صلى الله عليه وسلم، إمام حي ونحن ننتظره، وهذا الشهر ميلاده في المنتصف منه، وعلى حال زيارة الحسين في ليلة النصف
كما هو وارد أنه من أراد أن يصافح 124 ألف نبي فليزور الحسين في ليلة النصف من شعبان. فتكثيف العلاقة بالإمام الحجة، الدعاء له وزيارته والتصدق عنه، هذه كلها في واقع الحال تعطي حسب تعبيرنا نوع من الانتماء القوي مع أهل البيت صلى الله عليه أجمعين. أحسنتم سيدنا الكريم، شكرا جزيلا. الأخ حيدر صاحب المشكلة اللي انقطع اتصال، عاود الاتصال. حيدر تسمعني أخوي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله ينطيك العافية. حتى يعني نكمل من ما وصلت، أنت قلت صار عمرها سنتين والآن أخذوا الأطفال، سؤالك وين بالضبط؟ خويا سنتين اخذوها الاطفال، اخذوها من عند الجبل بالقانون، وانا انتقلت وياهم بزرع لي وما عندي شيء وطلع حقوقهم كافة. زين، فسؤالك شنو؟ سؤالي النفقة اخذوها من عند الجبر، حلال وحرام؟ جيد، واضح. شكرا لك على اتصالك اخويا، تحياتي لك ومع الف سلامة. شكرا. سؤال من ها عندنا اتصال. ليث تفضل يا ليث. الو، تفضل اخويا. ليث باشا، نتشرف بيك، تفضل سؤالك. سيدة انا قبل زواجي. نعم. زواج سري. نعم. هذا الزواج الاول ولا الثاني؟ الو، الزواج الاول ولا الثاني؟ لا اول مره زواجي، زواج سري. زين. ابن طالبه جامعيه وما حد يدري ثاني ولا بس انت وياها؟ ايه. وبعدين شافت الاخبار وطردني. بس سؤال بس عليك يا فكوا يا ليث، شلون بس انت وياها؟ بس اسمح لي، شلون بس انت وياها يعني بدون موافقه ولي امرها؟ وليها؟ لا لا هذا ما حد يدري. شلون؟ الزواج ايش هذا؟ بنيه بكر؟ ها؟ البنيه بكر عذراء؟ ايه. زين كمل ليث، كمل. ايوه، وشاهدت الاخبار بعد تركنا بس بدون مشيت عليها واحده. اي. وافترقنا بس شلون اريد اطلق؟ شلون تريد تطلق؟ واضح. واضح وتسمع الجواب ان شاء الله. واضح يعني. تحياتي لك، بس الان اسمعني، اول سؤال راح تجاوب الان سؤالك. سيدنا اصلا هو هذا الزواج صحيح؟ يعني الزواج بالفتاة عذراء بدون رضا والدها هو باطل. باطل. ولا يجوز نكاح العذراء إلا بإذن والدها. فهذا الزواج باطل، والما قمت به في الواقع خلاف الشرع. وتقول سيدة شو اللي أسوي؟ شو أسوي؟ هي سبحان الله القضايا لما تكون بغير طريقتها افترقتوا، يعني صعدكم مشاكل وافترقتوا. زين سيدة شو اللي أسوي؟ ما نسوي شيء، هي علاقة غير زوجية، يعني علاقة غير شرعية. والعلاقة غير شرعية استغفر الله عليها وتوب إلى الله سبحانه وتعالى وخلص. بس تقول سيدنا من باب الاحتياط، شو سوي من باب الاحتياط؟ سيدنا من باب الاحتياط شوف لك اثنين ناس عادل عدول ومتدينين أهل دين، والبنيها ما عندها دورة شهرية، قول لهم يا جماعة أنا زوجتي فلان طالق، من باب الاحتياط، وإلا هي الزواج باطل من الأساس. سيدنا مسألة حضرتك عن الدورة الشهرية في حال أنه كان هناك شيء بينهم، يعني أقصد مقاربة جسدية. واضح. نعم. أي واضح. والبنية اللي حياتها دمرت سيدنا ومستقبلها. هي وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني الناس من يظلموا أنفسهم لما يجنون على أنفسهم شنو اللي يسوي؟ الله شو يسوي يعني؟ إذا الله ينطي عقل الإنسان، ينطي شعور، ينطي حدود، ينطي قيود، بس هو ما يلتزم، بعدين يذب نفسه في التهلكة ويقول ها شلون أنا؟ رب العالمين يكون على حال وأنتوا ظلمتوا أنفسكم وأنتوا اللي لابد تتحملون تبعات هذا الإجراء. أحمد أخوي الكريم تفضل. شكرا سيدنا الكريم. أحمد تفضل عزيزي. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا بدون زعم عليك بخصوص الصدقة. نعم. الصدقة يعني احنا جاي نشوف ناس بالشارع نعطيها صدقة، فما نعرف انه هذا فقير او غير فقير. نعم. انا ما اريد اطيل عليك، بس اريد يعني جواب انه يحق لنا نعطيهم لو ما يحق لنا. تمام، سؤال اخر. لا شكرا جزيلا. شكرا لك على اتصالك اخوي احمد، تحياتي لك. نرجع سيدنا الاجابه على بعض الاسئله اللي وصلتنا.
الأخ أبو هيثم كان طالب من حضرتك تكون في الناصرية لمحاضرة، لأنه أهل الناصرية يستحقون كل خير بصراحة. شكري وتقديري لمشاعر الأخ وجميع المؤمنين. إنصافا يعني لو أذكر، هذا مو صحيح طبعا، يعني أجي أذكر أنه عشرات الدعوات وعشرات المطالب أنه تعال في مكان كذا، هذه في واقع لا يسعني. أنا أدرس في الحوزة ومرتبط بالدروس ومرتبط بأمور، مع ذلك اللي أقدر عليه أسويه يعني واقع الحال. أتكون محاضرات أنا كل أسبوع كان عندي محاضرة وندوة في جامع من جامعات، والآن في أيام ميلاد الإمام الحجة راح يكون عندي برنامج في البصرة، برامج أخرى في محافظات أخرى، فما يسع يعني إنصافا لا يسع. فإن هذه البرامج العامة الفضائية نحاول أن تصل إلى كل الناس، نحاول أن نوصل كلامنا إلى جميع الناس. وادعوا لنا أخواني، ادعوا لنا أولا بالتوفيق والتزديد، والله سبحانه وتعالى يهيئ السبل حتى نكون في خدمة جميع الناس إن شاء الله. أحسنتم سيدنا، الله يوفقكم ويقويكم إن شاء الله. الله أمين. الأخ حيدر سيدنا راح أختصر ما ذكره، اتفق ويا زوجته وأهلها على الطلاق على أن يكونون الأبناء معه، خالفوا الاتفاق وأخذوا من عدة أبناء لأنه القانون الوضع اليوم معاهم، فيقول اللي صار حلال له حرام. شوف أخي، اللي صار بالنسبة لك أنت طيبتك، ما أدري عدم يعني عدم حنكتك، جعلت الطرف الآخر يعني حسب تعبيرنا ياذيك. شلون؟ أنت متفق وياهم يا جماعة أنا أطلق أولادي إلي وهذا اللي في بطن أمه إلى أنه سنتين هي ترضع وبعدين تعطينا إياه، وإحنا نعطي 125 ألف دينار شهريا إلى. ولكن هم الجماعة نقضوا هذا الاتفاق وضربوا عرض الجدار. أولا، هل القانون وهو قانون 57 هل هو شرعي؟ الجواب كلا، قانون ليس شرعيا، يتعارض مع الشرع، والحضانة هي على حال بيد الأب. اثنين، أكو تقصير من عندك يا أخ شو اسمه؟ حيدر. يا أخ حيدر، أكو تقصير من عندك. شو سيدنا إيش قصرت؟ ها، لو كنت أنت ماخذ من عندهم تواقيع، لو كنت ماخذ من عندهم شنو عهود ومواثيق، تعالوا وقعوا لي عند كاتب العدل أنه أنت ما تطالبين بالأولاد، واضح؟ أنت ما سويتها هاي، لو كنت مسويها ما هي حق لها بعد، لما تتنازل عن حقها انتهى، يصير طلاق مشروط سيدنا. بلي، أنا ما أطلق إلا ما سوين هالشكل أو أنه كذا، وتأجي أخذ من عدة تواقيع. فهاي يعني شوفوا حسب تعبيرنا السلاح اللي يحاربون به وهو القوانين الوضعية، أنا نفس السلاح أقدر شنو أقاوم عن نفسي، أدافع عن نفسي أنه تعال وقعي وكذا وشهود أنه هذه ما اللي حق بالأولاد أصلا. حتى أمن يعني، حتى أنا أمن الآن يعني نكثوا عهدهم ونكثوا كذا. أنا ما أريد أقول أنه كل كلامك دقيق لأن ما الطرف الآخر أنا ما سامعه، بس أقول بحسب ما نقله الأخ هذا لا يجوز لهم، والنفقات اللي يأخذوها على حال نفقات غير مبررة. سيدنا قانون 57 يعني هذا ماكو فد المساعي، مطالبة تكلمنا وصرخنا وضغطنا، وهناك على حال جهات من المنظمات المجتمع المدني اللي هي في الواقع لا تريد أن تكون القضايا بشكل صحيح، تضغط باتجاه آخر. إن شاء الله تعالى أمنا ببعض النواب الأهل الدين والإنصاف والديانة يغيرون هذه المواد المجحفة. باعتبار أنه بلد إسلامي ولكن فيه قوانين تعاكس الشرع تماما وتناقضه. أبو موسى آخر المتصلين ربما. تفضل. تفضل أخوي، أعطيني سؤالك عزيز أنت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحيات السيد. حياكم الله عيوني. يا أهلا وسهلا. مولانا عند الفاتورة مع الكهرباء. نعم. تجي مبالغ الله يعني وإحنا ما ندفعها. نعم. أجي مستثمر ونستثمر شوية سود. صعد الإيجارات وصعد الكهرباء صعد، فمن ادفعها يعني تتراكم وايد صار. نعم. وثاني سؤال، لحظة، هذا وين السؤال؟ إنه حلال وحرام من ادفعها؟ نعم واضح. وثاني احنا صعد مع الواحد يشتري حاجة من عندنا ورا شهر يرجعها، هل يصير يرجعها أيوة شلون يعني؟ صحيح، باعوا شيء واضح، يبيع سلعة ويرجعوا. واضح إن شاء الله تسمع الجواب. تحياتنا لك أخوي الكريم، شكرا جزيلا، مع ألف سلامة. الأخ وسام سيدنا
في حالة هو وصفها بالجزع الشديد، يعني تجرأ على الذات الإلهية بالسباب. أولا يستغفر الله، لأن الإنسان عليه حال قد الشيطان يسيطر عليه، قد يفقد أعصابه ويطلع من عنده ما لا يرضي الله، فيستغفر الله، استغفر الله ربي وأتوب إليه، يا ربي أنا آسف. ورب العالمين يقبل التوبة إذا الإنسان إنصافا كان نادم ندم حقيقي. أما ما يجري بالنسبة لك كذا، هاي قضايا لازم تروح أنت تدافع عن نفسك وعليه حال الطالب بحقك، والحق يؤخذ عموما، الحق يؤخذ ولا يعطى، فأنت حاول بجهد إمكانك. وأنا تكلمت في هذا المجال كثير كثير، حتى أنا مسؤولين وزارة العمل تصدوا ويبررون يتكلمون، وأنا ما أريد أكثر من هذا أتكلم، ولكن عموما أنت طالب بحقك وناشد، ولكن حاول أن لا تخرج عن الحدود واللياقات الصحيحة للتعامل. أن تسب الله شنو دخل رب العالمين في ظلم الآخرين إليك، أو أنه ما هو عليه حال حسب تعبيرنا تقصير رسول الله حتى أن تسب رسول الله مثلا، هذه خلوها القضايا الدينية القضايا المقدسة لا تتجاوزوها، هذا ليس صحيحا. ورب العالمين ينهانا، شوف في القرآن ينهانا يقول لا تسبوا آلهتهم، آلهتهم لا تسبوها. ليش يا الله؟ لأن إذا سبيت آلهتهم راح يسبوني، يسبوني عدوا بغير علم. فأنت تلجأ تخلي الآخرين، شوف رب العالمين ما يريد واحد يتعرض إلى جبروته وإلى مقامه. ورب العالمين بلا أشكال عزيز ومتكبر وذو انتقام، فدير بالك حبيبي. سيدنا صارت موضة اليوم بين الشباب ويضحكون بيناتهم لما نعم سيد نعم في الشوارع في الطرقات عجيب. في الأسواق موضة بين الشباب يسبون الدين يسبون الذات الإلهية ويضحكون فيما بينهم. لا لا إلا الله. هذولا كلمة هم لطفا سيدنا، يعني كلمة أخاف تكون جارحة. لا سيدنا بهداية. لا شوفوا الجارحة بهالمعنى، تدرون أكو حكم والفقهاء كلهم عندهم فتوى، الفتوى تقول أن من سب الله، من سب الله ومن سب يعني ذات الإلهية ومن سب محمد صلى الله عليه وآله فإن حكمه القتل. ترى مو بسيطة، يعني هذا الداعشي حكم القتل لأنه مفسد في الأرض، أنت قد يكون حكمك نفسه، فدير بالك يعني لا تستهين بالذنب اللي جاي تسويه والله لأنه شائع. هذا شيوع الذنب لا يعني أن قبحه مفقود، قد قبحه موجود وشناعته كبيرة، فدير بالك لا تستهين بالمعصية لأنه سبحانه وتعالى سيوقفك يوم القيامة. وقلت إذا يردون الفقهاء يمشون أحكامهم، طبعا الحكومات الدينية سووها، الحكومات الدينية يضربون رأسك، يعني أنا على حال أعرف أن السب الذات الإلهية حكمها الإعدام في طيب. بعض البلاد السابقة. سيدنا بس حتى همات ما يفهم تنفيذ الحكم خطأ في مجتمعاتنا، يعني ما يصير لا يحلل هو قلت حكومات الدينية، يعني نعم. هناك قاضي يحكم بذلك، أما أنه أي واحد يسب الأئمة كل آن اللي ما لي علاقة على حال لا يحق لأحد أن يقوم بهذا، ولكن أقول للي يقوم بهذا لهم شوف أنت في أي خانة، أي خانة، خانة يحاربون الله، خانة المفسدون، خانة المنتهكون لهيبة الله وكرامته، فدير بالك. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخ ليث، ليث سيدنا جاوبت عليها حضرتك اللي هو وصفها بالزواج السري وقلنا أنه زواج باطل. الأخ أحمد سيدنا يقول الصدقة للناس اللي نشوفهم يستعطون في الشارع ويستجدون. ذكرت هذا أعتقد أكثر من 100 مرة، 100 مرة أكثر، حتى أنا واحد قال لي سيد إيش عندك ويا الفقراء؟ قلت له اللي عندي ويا الفقراء أن هؤلاء الذين يستعطون في الطرقات وفي الكذا أكثرهم غير محتاجين، يعني ذول ممتهنين مهنة، وهذا اللي جاي شوفوا الحمد لله، يعني أنا أشكر الله من جهة أن السوشيال ميديا والتواصل والبث الحي والإرسال المعلومات الآن سهل جدا. ذاك اليوم قالوا يابا هذه واحدة ميتة فقيرة كانت تستعطي، وراحوا شافوا مو صرر، قالوا دواشك كلها فلوس، دوشك كلها أبو 25,000، يعني حوالي قالوا هالشكل فوق 80 مليون فلوس في بيته. زي 80 مليون هاش كان سوي، ما تحتاجه، هي ممتنة
ممتهنة، هاي بعضهم هاي شكل ممتهنين يعني عادة، عادة وش يسموه وإدمان، هذا واحد. اثنين بعضهم عصابات، عصابات هاي شفناها، يعني شفناها في برامج حية ومهمة، أنه أنا مجبرين إحنا إذا ما نجيب 300,000 دينار باليوم يجلدنا هذا أبونا أو صاحب العصابة. فعصابات وولد من أولاد أنا في النجف تكلمت معه قلت له بابا أنت ليش هالشكل؟ قال عمو أنا ما أقدر، هذا يشوفه ذاك واقف يراقبني إذا ما أسوي يضربني. شوف خطية يعني الناس أحداث وصغار. فعصابات وإدمان يعني تعود، وفي وظاهرة غير حضارية. لمن ننطي صدقتنا سيدنا؟ الصدقة تعطى للفقراء. الفقراء من هم؟ الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أغنياء من التعفف. سيدنا يعني اليوم واحد يطلع كثر ما هو عفيف تصور هذا عنده وما عنده. اليوم واحد الصبح يطلع من باب بيته يريد ينطي صدقة، وين شلون ينطيها؟ هاي مؤسسة العين الله سبحانه وتعالى جاب لنا إياها، والسيد السيستاني يقول يا بهاي صدقة مقبوضة اللي تخلوها بي يعني خليتوها بإيدي أنا مرتاح البال. فمؤسسة عين وغير مؤسسات يعني مرصينة أو إذا تعرف بمنطقتك ناس تعرف محتاجين. ناس أنه واقعا أهل دين وكذا طيب شكرا. في نصف دقيقة سيدنا، فاتورة الكهرباء ما يدفعها حلال حرام؟ تبقى بذمت على حالي، هذا باكر يعني سمع يدفعها باكر يدفعها يعني شاء أم أبا. أما يروح يشطل هناك ما يجوز، يعني يشطل على الميزانية ما يجوز. ومشكلة يعني واحد يقول عند الدكان، طبعا الكهرباء في المراكز التجارية مضاعف جدا، وهذا أمر على قانون ما نتدخل فيه، ولكن أنت إذا ما تدفع لا يعني أنه سقط عنك ورح تطالب به، وهذا التراكم رح يجعل أكثر في ذمتك. يقول أبيع شيء ويرجعوه بعد شهر أحيانا. لا لا أحسنتم، من اشترى شيئا، من اشترى شيئا ومن باع شيئا لا يحق له أن يرجعه من طرف واحد. يعني تيجي تقول ما عاجبني، ما عاجبك شنو؟ كلك اتفاق يعني. ما خلص ده. يا با أنا تندمت ما أرجع. فلا يحق لمن اشترى شيئا أن يرجعه إلا لأسباب، واحد أن يكون معيبا، ثانيا أن اشتراه أكثر من قيمته، يقول أنا مغبون غبنتني هاي تسوى 5,000 تبع لي 50,000، أو غيرها من اللي يسموه خيارات. نعم. الغبن أو العيب أو أنه مثلا مولانا خلال 3 أيام إذا كان حيوان يعني دابة خلال 3 أيام، والاتفاق أيضا سيدنا ذكر الاتفاق. أما أنه يجي يرجع ليحق لك أن لا ترجع، أخي أنا ما رجع خلاص، والبيع لازم. إيش يقول له؟ قل له البيع من العقود اللازمة التي لا تنفسخ. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، عميق الشكر والاحترام والود لحضرتك، شكرا سيدنا على كل ما تفضلتم. الله يبارك فيك. أنا علي حال عتبي على الإخوة أنه فد زهور فد وردة كذا ليلة ميلاد الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم، بس يظهر جماعة يحتاجوا إلى إن شاء الله الأسبوع المقبل راح نكون أيضا في خضم هذه المناسبة بإذن الله تعالى. شكرا على التنبيه سيدنا، الله يوفقكم. حياكم الله. والشكر موصول لكم أيضا إخوتي الكرام مشاهدين الأفاضل، ونكرر التهنئة لحضراتكم في ذكرى ولادات الولادات الشعبانية. شكرا، في رعاية الله وحده.